لكن خلينا احنا في موضوعنا بقى النهارده في الحلقه، احنا جينا عشان نديك حقك كمان في الحلقه. الله يخليك يا كابتن مصطفى. انت ناس من الناس اللي هي اديت لمنتخب مصر، سواء كنت لاعب في نادي المقاولين العرب في منتخب مصر ووصلت كاس ووصلت مصر اولمبيك جيمز 84 وهنحكي عليها ديت والكلام ده كله. و انت بتضحك ليه ولا ها؟ بتضحك ليه؟ ما نضحك، انا هحكي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها هناك. ف انت قلت لي في البدايه ان كابتن مدحت نصير ده بالمناسبه انه لقط علاء نبيل وخدك من نادي الشمس لمنتخب القاهره، مش من نادي المقاولين، من نادي الشمس. نادي الشمس، من نادي الشمس. طيب احنا معانا تقرير لكابتن فتحي نصير، هنشوف الكابتن فتحي نصير يقول ايه ونرد عليه. ماشي يا كابتن، اتفضل. كابتن علاء نبيل انا بعتبره احد نجوم الزمن الجميل، الزمن المحترم، الزمن الأصيل. علاء عاشر مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي هو قادر كان يتنافس معهم رغم صغر سنه. علاء كان في نادي المقاولين العرب وانضم الأول للمنتخب الأولمبي في وجود الله يرحمه كابتن عبد الصالح الوحش. كان نموذج من اللعيبة الملتزمة داخل الملعب، خططيا في الملعب ينفذ لك كل حاجة، أداء في الملعب خارج الملعب التزام في كل شيء. إذن اكتملت فيه منظومة اللاعب الناجح. بمعنى أن علاء نبيل في وجود المجري اللي هو كان كابتن مصطفى عبده، في وجود الخطيب، في وجود اللعيبة الكبار دول، النجوم العالية دي جدا، أكيد دي كانت اكتسب منهم كتير، اكتسب منهم الالتزام، اكتسب منهم الاحترام، اكتسب منهم ازاي يكون بعد كده هو علاء نبيل. صنع نفسه بنفسه، وصل بعد كده في المنتخب الاولمبي، وبعد سافرنا معاه كتير. كنا بناخده كمايكل ايفرت مدرب المقاولين، ما كانش بيلعبه مع المقاولين، رغم في نفس الوقت احنا كنا بناخده منتخب مصر، وجي منتخب مصر الاول وشارك في وصول مصر للوس انجلوس 84. بعد كده علاء نبيل اتجه الى التدريب وبدا من السلم، مش زي المدربين اللي بيبداوا دلوقتي من فوق على طول. بدا من الناشئين ثم الشباب ثم فريق اول ثم المنتخبات مع الكابتن محمود الجوهري، وسافر مع الاردن وعمل معاه انجازات كبيره جدا، وقابلناه تاني في الاردن، هو له اسم كبير في المملكة الأردنية الهاشمية. وبعدين رجع لما عدى المرحلة دي أصبح مشرف على قطاع الناشئين والشباب وبناء أجيال للمقاولين العرب. فإنسان طلع السلم ودخل المجد من أبوابه ودخل النجاح من أبوابه، وعرف إزاي إن هو يعني حتى من اسمه علاء نبيل، النبيل دي يعني النبل موجودة فيه في أخلاقياته وسلوكياته والتزامه وحبه لمهنته، حبه لعبته، حبه الحب ده وحبه لزمايله. يعني كان المثلث اللي هو كان موجود كنا بنلعب بيه، علاء نبيل، مصطفى عبده، محمود الخطيب، المجموعة دي كلها، عماد سليمان، دي مجموعة لعيبة فعلا كانت قدمت لمصر كتير كلعيبة، وهو دلوقتي بيقدم لمصر كتير كمسؤول عن كرة القدم في نادي الزد. أنا عشرته فترة طويلة في الملاعب، سواء مدرب الناشئين له هو، ثم لاجي مع الفريق الأول، وكان التزامه نمرة واحد موجود، التزامه خارج الملعب موجود، التزامه ما بين فترة الفرقة حتى لما كان بيلعب مثلا الدوري بيتوقف أو إحنا ما عندناش ماتشات منتخب، كان بيرجع النادي ما بيلعبش مع النادي، كان يجي لي كنت ادربه برضو على اساس اركز التدريب بتاعه، لان مايكل ايفرت ما كانش يعني مش حاول حط في دماغه، شايف ان هو لا، رغم ان احنا بنلعب في المنتخب، فكان دايما بيحافظ على التدريبات وكان بيجي لنا وبيتدرب في اوقات غير الاوقات التانية، عشان بنزود له، سواء بنزود له الكوينج، بنزود له السرعات، بنزود له في يعني ننمي له السرعات، ثم نزود له في ضربات الكرة بالرأس، جاب منها واحدة اللي هي بتاعت الجزائر وصلتنا لوس أنجلوس أولمبياد. كل الحاجات دي
في حاجات كتير علاء نبيل عشان اتكلم معاه انا عايز حلقه كامله واقول للمجري يا كابتن مصطفى ده علاء نبيل ده عايز له 3-4 حلقات عشان تقدر تاخد منه النماذج المشرفه لمستقبل الاجيال القادمه ان شاء الله. في له ذكريات كتيره عشان انا اختار واحده بس حظلم الثانيه فانا مش عايز اخصه بذكرى معينه لكن هي في ذكرى واحده يوميها كنا احنا في السودان سنه 83 ويناير 83 كنا بنلعب مباراه مع منتخب مصر الاولمبي وكان في اسبوع التكامل السوداني المصري وفي المنتخب الاولمبي كان علاء نبيل وانا من هناك قاعدين بنشوف المباراه كانت هنا في مباراه اهلي وزمالك معموله الوفاء والامل ما كانتش رسميه يعني كانت مباراه كده لجهان السادات وسمعت كابتن محمد لطيف بيقول انها واقفين دقيقه اهداد دلوقتي على وفاه المرحوم والد الكابتن فتحي نصير فطبعا انا عرفت من كابتن لطيف ما كانش زمان في اتصالات ولا موبايلات ولا الحاجات دي كلها الحقيقه واقف جنبي ما اول لقيت اول واحد جالي واحنا قاعدين بنتفرج علاء نبيل فضل معايا وصمم انه يرافقني لما حجزوا لي بالطياره على اساس ارجع الى القاهره ان هو يكون معايا في الرحله دي وما يسيبنيش لغايه ما يعني يحطني في المكان ده